Maestro! Maestro! De quoi? السلام عليكم. اجي السلام عليكم. مرحبا بكم. اسمحوا لنا على هذا الربينه هذه اللي شفتيو فيديو جديده. الفيديو ديال هذا النهار ما كناش عوالين نصوروها كاع حتى بقينا جالسين وهذا. المهم هانتوما كتشوفوا في وسط ربينتنا وكل شيء. انا والبنيتات في هذه العطله هذه وحتى باباهم معانا مره بحال هكا في العشيه. دابا هذه راها 7 وشي شويه كنجلسوا بحال هكا كنديروا شي فيلم ولا شي حاجه في التلفازه وكنجلسوا نقصروا مع بعضياتنا. مهم داكشي بسبب الحلوه. 7 و12 دقيقه. شكرا. مهم داكشي بسبب داكشي ما كيكونش ديما ولكن مره باش ما نزيروش عليهم حيتاش العطله ما كنديهاش في الدار الا ترونات ولا الصالون الا ترون ولا شي حاجه. كنديرو في الدار بحال المخيم ياك. المخيم ديال بيجاما بارتي. المهم بحال المخيم بحال السينما كنجلسو حنا وياهم كنتفرجو كنلعبو شي شويه باش راكم عارفين الواحد الا ما خرجش في العطله هذه وما سافرش ما غاديش يخوي باش يعمر عاوتاني. حتى كنا جالسين وحنا طاحت لنا فكره قلت لهم علاش ما نصوروش. المهم دابا غادي تشوفوا لنا شنو كنشوفوا وشنو كنديروا وهانتوما معانا. قبلوا علينا وشوفوا روينتنا. ما نمشي بلاتي هاتي معانا. شوفوا جات عندي قالت لي ماما واش ممكن نلبس البيجاما مقلوبه. قلت لها لبسيها. شنو كديري بها؟ كدير فيها هذاك الشيء اللي سناك تما وكدير لهم وكتخبع فيها. كتخبع قلت لها تما وكت دابا خوات ليا. دابا خوات لك. المهم بقاو معنا باش تشوفوا ولكن قبل من داك الشيء عافاك دير بوز هبط لهذيك البوطونه الحمراء اللي كتشوف فيها تما. فيها يا اما لايك فيها يا اما اشتراك يا اما ابوني يا اما سبسكرايب. غادي تبرك عليها تترجع قري وفعل الجرس باش يوصلك اخر الفيديوهات ديالنا. وما تنساش دير لايك كتبرك على هاد البوطونه بحال هكا حتى ترجع زرقاء كتكون قري. ما تديش دير هكا. لا ما دين هكا راه ديما حاضرين حتى هما. بغيت نقول لكم شكرا ليكم. هاد الافلام ديال الدراري الصغار اللي كيضحكوا هما لي بريفير. بقينا مبروكين. كان فيلم زوين. كنتمنى انني يكون عقل على العنوان ديالو. تعلينا الضوء. طفينا الضوء باش نتفرجوا فيه على خاطرنا. دابا حيت سالا الفيلم اتفقت انا وياهم غادي نديروا واحد اللعبه. ضياء غادي دير لنا شي مهنه. حنا نحاولوا انا ولينا نعرفوها. علاش انا ما نديرهاش؟ هي دير جوج وانت ديري جوج صافي؟ انت ديري جوج. انا غادي نجاوب. كنعرف شنو قلت. يلا عادي حسب حيت ثلاثة. واحد جوج ثلاثة سي باغتي. يلا سير. باينة باينة. شنو هي قوليها؟ سهلة ولكن جندية ميليتار. يلا برافو. يلا سير. سامي شرطي المرور. شرطي المرور. شرطي المرور. سهلة. يلا نوضي انتي. شوفوا انا راني مكمسة بس حلنا البرد. يلا عادي يلا ردتي ولي الدار. يلا سير. زبا شي واحد كيدير شي حاجة. شي شوية صعيبة. بس عرفت ان المدرسة انت تحبي شي وحده كدير كتشوف الباي بالي لا لا كتمسح الطابلو. هذا الطابلو كتمسح. يلا مينا الثاني. مينا الثانية بزربة بزربة ثانية. شوف عنديرو انكا
المدرسة؟ لا. ان ايليف؟ لا. ان بيرسون كي ترافاي دون ان بيرو؟ كي فيان دون ليكول؟ مديرة. لا ديريكتريس. يا غادية سيري. كتجي للمدرسة يلاه سيري. كتجي للمدرسة. حشري. انا ارتست والله يلا عندي ما عرفت المسخره يلا سير خليني اعرف نجيبتريس نو ا بو بري نو لا في الشركة هي اللي كيخدمو واللي هي لو ديريكتور مدير اه لو ديريكتور ديال الشركة والله زعما نقولو كيفاش تعرفي ديريكتور ديال الشركة خلي تحبني شي مرة موسوسة ولا شي حاجة كيفاش تعرفي مدير ديال الشركة يلا جلسي دابا خاصني من بعد واش ندير وكذا سهيت من مش تجيب تجيب سهلة شوف بين دانسوز لا لا موديل موديل اللي كتدير الحوايج ولكن اللي كان بغي يقولها كتقول انا ما جبت حتى شي وحدة مالي انا ما عليش الله ديري ندير شي وحدة اخرى تكون سهلة قاتك موديل كدير كيفاش كدير الموديل هيك ندير حالك فيها سياتيك يلا سير انا ما فهمتش هذا لا ايدلم وي دابا لا دابتي دير لا دابتي يلا زيدي لنا وحده اخرى درت جوج وحده فابور يلا سير انا غادي نديرهم كلهم فابور سنتي من هنايا وخذ اخر زيد زيد عرفت شنو غتدير شو تشوف المدرسة لا ابو بخي مثلا ملي كتمشي ليكول ملي كتمشي لهذا كيكون واحد لا بيرسون مثلا سي تو با بارتير ا ان ميوزي مثلا هادي ما عرفتش شنو زعما تي كذاك اللي يكون في المتحف مثلا كيعرف كيف كذا طابلو شحال في عمرو شحال في رسمو هذا فهمت كيف يلا كيفاش ندير دورك يلا سير دانسوز هادشي علاش قدرت الله يلا كاين شي معلقة لا ما كاينش الله أعلم بدي أجيب عليا لها معلقة اسم كالا وكالا لا زين أنا عرفت مثلا ملي كتمشي هادوك لا ملي كتمشي للريستورون هذاك اللي كياكلوا في الريستورون
بارفي هذوك اللي كيدوخو في لي ريستو كيخدموها كيجي انا غادي نمشي معاكم ندوزو مع خطر المجرمين يلا ندوزو شي لعبه اخرى دابا غادي تنوض وحده في البنات وغادي تمثل لنا مقطع من المقاطع في شي فيلم ديالنا وحنا خصنا نعرفوا العنوان ديال الفيلم واخا تكون ضيع ثلاثه معليش واخا تكون ضيع ثلاثه ولا انا ولا بالهضره ولا لا بالهضره وغادي نشوفوا واش غادي نعرفوا ولا لا بداي حيت هي بغات تبدا الاولى اللي عرفت اكثر كثر ديال الافلام غادي تبدا ما نهضرش في منى عمر يلا يلا نوض اقفي قاتها الكذابة هذا الفيلم هذا مازال ما غاديش يكون تحت مثل دابا فيلم سميتو الكذابة دير لينا مقطع يكون هكا شوية طويل باش الناس يلعبوها معانا في الفيديو لا لا أم والجن الجزء الثاني أمي والجن خوي فمك ديري الحركة هنا ولهنا باش تبان في الكاميرا الموسوسة الموسوسة لا شنو هي الموسوسة اللي موسوسة بالنظافة لا شحال ديك النظافة ديال الفلات وخديمة أصبحتو خديمة أسهل نهدي لينا انت شنو امي والجن امي والجن واش لا ماشي امي والجن عطيو شكل الكاميرا ولينا كدير وانت كدير وانا من هنا كدير شو هادشي لا بابا كاع ما تقول بابا قالها لينا لا والله ما عرفت لينا لا كاع ما كتشوفي مشات تخش ما عرفتش ما دير المقطع من الفيلم المقطع من الفيلم ما انا دايره هكا هكا عطى الناس ولكن مثلت حتى لينا الفوق قولي لي شي حاجه دازت في الفيلم هذا اللي نقول كنقول لكم واحد المقطع مثلا كنا قلنا شي حاجه فيه ماما كنت هنا ما غاديش نكون عايشة هكا وانا جهلتك بزاف زوجة الاب لا انا يتيمة انا يتيمة زوجة الاب والكذابة هادو راه حنا مصورينهم ولكن مازال ما تحققوش حرقتي بدا المفاجأة وصافية أمي وجين الجزء الأول تبارك الله راه عندنا الأفلام ما يسحبناش هادشي كامل سين اللي ما شافش الأفلام يمشي يشوفهم واحد وجوج وديري دابا مقطع باينة الموسوسة أنا دي مكة حسن شكرا شكرا ابنتي مدمنة لا يلا شنو الموسوسة الجزء الثاني سيدة لا هذه المرة بغيت باش نصعبها بس شي شوية عندي الأفكار أنا عارفة فيلم كي باقيين واحد مفكرة دابا جوج أفلام ظلمتني لا ظلمتني ما فيش ما قلتش يا باش ندير هكا امي والجن شنو كيش بغيتي كلامي ما عرفتش عاود زوجة الاب ملي كنت كنمسح الطبله مرة هذا جلس ولكن هما زوجة الاب والاخر ما خصكيش لان حتى الناس غيلعبوا معانا هما ما شافوهمش يلا سير هكا واحد الفيلم زوين عارفه
يلا دير دير نشوف. ما خصنيش نقول لك نقول لك تعاودي تعاودي الصوت قولي لي الغش لينا يلا نوضي ماما عريت واحد فيلم تلات فيه ضياء ما ديريش انا ندير في بلاصتك زعما نوض ضياء لا ديري نوض ابنتي مدمنة ها هو يلا يلا انا دايرين ثلاثة اش من جزء بحال بحال كلهم فيهم المراحة وانا قصك الجزء الاول كنت كنطلو من الصرا عمرها انا جدا يلا صافي اخر وحده هي ديال الضيق الليل يلا ديري لنا شي حاجه زوينه ابنتي مدمنة صافي دابا نسيت العافية المخرفة راها المرا اللي جات المرا البلدية اللي جات كاينة بزاف ديال الأفلام فاش جات الدراسة أولا فاش جات ضياء ما كانتش كتعرف القراية الغشاشة المفشة هذيك بزاف ديال الأفلام البخيلة البخيلة الجزء الأول والجزء الثاني كان عليك تقفل تقولي ها ما عندي سنة نزيدو شي شوية عارفك باش ما نطولوش على الناس يلا واحد يلا واحد أنا لا تنتي بغيت باش ندير شي حاجة شي شوية صعيبة ولكن أو ميم طون تيكون الفيلم مزيان لا كنتمنى ان شاء الله ان الفكره تكون عجبتكم حتى نتوما ديروها مع وليداتكم ماشي مشكله الترونات الدار مره مره الدار ماشي مشكله الترونات غادي تجمع هاد الفويرين غادي يجي واحد النهار وغيمشيو فحالتهم نستمتعوا مع وليداتنا شحال غياخذنا هادشي الوقت ساعتين ولا ثلاثه ولا باقي العمر طويل ارا ما نجمعوا ارا ما نخملوا المهم شكرا بزاف ليكم اشتركوا في القناه الا كنتو مازال ما اشتركينش وبطبيعه الحال شجعونا بلايك وتما لي ديسلايك مرحبا بكم حتى نتوما عارفاكم متبعينا وخليوا لي تعليق باش نتواصلوا بيناتنا زعما بالتعليق باش كنتعرفوا مع بعضياتنا وكنتواصلوا الناس اللي كيسولوني على الانستغرام عندنا الانستغرام هو لينا فيس ضياء اجي لتما كنحطوا ستوريات كنحطوا تصاور كنشاركوا بزاف ديال الحوايج كنتمنى ان شاء الله حتى ان العائله ديالنا ديال الانستغرام تكبر غتلقاو لاشين ديالي تحت في التعليق العيالات واللي كيهمهم الامر الروتينات وداكشي اجيو مرحبا بكم شكرا بزاف ليكم تبقاو على خير نمشي نكمل نشوف الحريره هادو اش كيعاودوا فيها فيا سلام عليكم.